هذا هذي كونسنتراتور هادو ضروريين جدا، خاصة الناس اللي تتعالج في البيوت، وهو صناعة صينية لكن تكنولوجيا أمريكية، وهو من المكثفات الذكية جدا، يمشي بميليونات فقط النظارات هذه الخاصة بالأكسجين. هو فيه مجس بحيث يحس قدر حاجة المريض، يعني كي يدير هكذا يشوف الحاجة نتاعك، وكأنه ساتيرومتر اللي يحطه في الصباح هذا موجود، ساتيرومتر داخل أنتيغري بحيث أنه يحس بحاجة المريض. فإذا شم المريض هو يقيس نسبة الكربون، أكسيد الكربون في الجسم، ويعطي كمية الأكسجين الضرورية. أنتي إحنا جمعية بدأت اسمها جمعية لي خنشلي دو ليل دو فرانس، اليوم راه رجعت جمعية لي خنشلي دو مون. اليوم رانا جبنا لكم هاد الأجهزة بالتنسيق مع جمعية العلماء، بارك الله فيهم جزاهم الله بما كل خير. هاد الأجهزة راهي 53 جهاز اللي دخلت، ومازال إن شاء الله نورمالمون نلحقوا 120 جهاز. لذلك نطلب من الإخوة رجال الأعمال وكر وعيد أن يدعمونا. اليوم مع جمعية الخناشلة، خناشلة العالم المتواجدة في فرنسا لخنشلي دي موند. هذه الجمعية اللي حست بمعاناة أهلنا في خنشلة، فقامت بمبادرة وهي شراء هذه المكثفات هذه، وتواصلت مع الجمعية من خلال توزيعها على المرضى مباشرة بشروط معينة، طبعا أن يكون عنده وصفة طبية وينضبط أنه يردها، ونحاول أنه دائما الحاجة يستفيد فيها كل الناس عبر جميع طريق تراب الولاية من الأقاصي من أماكن الظل اللي ما يتمكنوش على الحصول على قارورة الأكسجين. هذا راح يكون إن شاء الله تحت تصرف خناشلة جميعا بدون استثناء.